ماشي أنا على سرعة أهو أكتر من 20 كيلو، صوت العربية عالي، الـ RPM مش بيتغير، والمشكلة دي بتواجهني كل يوم الصبح معرفش، وبقية اليوم تبقى تمام، الـ RPM مش بينزل رغم إني دايس بنزين، سبت بنزين بس عشان مطب، بس لما أدوس عليه تاني مش هينزل، مش هيغير، والعربية ما بتاخدش غيار، ماشية على غيار واحد، الغيار الأول صوتها واضح جدا في الفيديو. فانا عايز احل المشكله دي ومحدش مصدقني، انا مش هاخد عربيه زيرو علشان يحصل فيها كده، او زي ما زلت ماشي على سرعه مؤشر السرعه ما بيتحركش من مكانه، صوت العربيه عالي